الله، معكم أنس عساف من يلا موتور، واليوم احنا بالإطلاق الرسمي لسيارة رينج روفر إيفوك 2019 الجديدة كلياً هون في الأردن. احنا مدعوين من قبل لاند روفر، واليوم إن شاء الله رح نجرب السيارة ورح نحكي لكم أكثر عنها. طبعاً السيارة هي تم إطلاقها في عام 2011، وحالياً احنا بالجيل الثاني منها. خليكم معنا عشان تعرفوا أكثر عن السيارة. طبعا السيارة الجديدة بالكامل تم تبني شكل جديد بالكامل، هي التصميم الجديد من شركة رينج روفر لاند روفر. اذا بتلاحظوا انه التصميم شبيه جدا للسيارة سيارة رينج روفر فيلار. تم تبني مصابيح ليد مميز الشكل، جنوط بقياس 20 انش. اذا بتلاحظوا تم تبني المسكات اللي بتنخفي الخفيف بالابواب الموجودة كمان على الرينج روفر فيلار. وزي ما انتم شايفين كل الشكل تم تغييره بالكامل، لا تعتبر سيارة فيس ليفت او اشي، لا هاي تم تغييرها بالكامل، حتى من مؤخرة السيارة تم تغييرها بشكل كامل. ومن التغييرات الجديدة ايضا على التصميم العام كان زيادة طول قاعدة العجلات وجعلها اكثر عملية، ولكن مع المحافظة على ابعاد السيارة الاصلية، وكمان ساهم هذا التعديل على زيادة مساحتها ورفع مستوى الرفاهية. واما بالنسبة للتصميم الداخلي فوفرت لنا الايفوك الجديدة مستويات مميزة من الرفاهية والراحة، حيث بيمنح التصميم الافقي للوحة القيادة شعورا بالراحة والرحابة، وكمان انه تصميم الشاشتين جعلها تصبح اكثر تطورا وطبعا شبيهها في تصميمها الداخلي لسيارة الفيلار اللي سبقتها في الاطلاق. ويعتبر نظام الترفيه بشاشتيه احد اجمل الاضافات اللي بتيجي قياسية على السيارة، حيث يبلغ حجم كل واحدة منها 10 بوصات، وطبعا في هناك شاشة ثالثة بتيجي بدل لوحة العدادات بتيجي بقياس 12 انش. وطبعا الشاشتين اللي في المنتصف تدعم كل من ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ويمكن انك تتحكم من خلالهما بجميع الأوامر السيارة تقريبا. طبعا بتتوفر السيارة بثلاث خيارات من المحركات، المحرك الأول بيجي 200 حصان، والمحرك الثاني بيجي 250 حصان، وطبعا المحرك الثالث هو الأقوى راح يتوفر بمنطقة الشرق الأوسط راح يكون ب 300 حصان، وطبعا الثلاث محركات راح يكونوا 2 لتر تيربو. وطبعا السيارة راح تيجي بمحرك ديزل، بس محركات الديزل مش راح تتوفر بمنطقتنا، فقط المحركات اللي ذكرتها سابقا هي راح تكون متوفرة في الإمارات. واما بالنسبة لأسعار السيارة فيبدأ سعر الرينج روفر ايفوك 2020 من 43 ألف دولار تقريبا، أي ما يعادل 158 ألف درهم إماراتي، وبفرق تقريبا 3000 درهم عن الطراز السابق. كانت هاي تجربتنا البسيطة لسيارة رينج روفر ايفوك الجديدة كليا. بنحب نتشكر شركة لاند روفر رينج روفر على هاي التجربة، تجربة القيادة المميزة، وان شاء الله احنا بنرجع لكم فيديو مفصل عنها. كان معكم انس عساف من يلا موتور، ويعطيكم الف عافية.